أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه المتابعة لما يجري في مصر. ودعوني أرحب أولا بضيفي الجديد العربي زيتوت الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم إلينا الآن بعدما غادرنا الدكتور فواز جرجس. ويبقى معنا أيضا محمد عبد الحكم دياب الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ سعد جبار الخبير في القانون الدولي. أستاذ العربي زيتوت، اليوم عندما نتحدث عن هذه الواقعة التي جرت في مصر هنالك محاولات من قبل المتظاهرين لتصعيد الموقف دفعا للرئيس بالرحيل، في المقابل الرئيس نراه يقوم بأعماله وكأنه باق إلى الأبد أو على الأقل كما قال لي سبتمبر أيلول المقبل. برأيك أنه هل هذه المشهد سنتابعه في فترة أطول؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. هذه عقلية استعلائية كما تعودنا من طرف هذه الجماعات الحاكمة، وربما أفضل تعبير هي عصابات حاكمة أقرب منها إلى أنها حكومات. العقلية الاستعلائية والعقلية النظرة الدونية للشعوب وكأن شيء لا يحدث، يعني وكأنه لا يرى، وكأنه لا يرى أن الملايين خرجت في كل مكان، وأن الملايين كانت في ميدان واحد وميدان التحرير، وكأن ولم يحدث على تاريخ مصر الممتد ربما إلى آلاف السنين أن كانت ثورة بهذه القوة وبهذه الحماس وبهذا الشعور وبهذا الفهم أيضا. إذن يعيشون في، أنا قناعتي أن كثير من الحكام يعيشون وكانهم في كوكب آخر لا علاقة لهم بالشعوب، هم مرتبطين أكثر بما تقوله الإدارة الأمريكية وعموم ما يقوله الغرب، هم يعتقدون أو ينظرون لما ردود فعل الإسرائيلية وردود فعل الصهيونية سواء كانت رسمية أو عبر صحافة الغربية، هذا هو اللي يهمهم أكثر، أما شعوبهم فقد تعبد. أنا حتى شفت لما تكلم مبارك مع أمانابور في الأي بي سي أعتقد كانت عقليته أنه يقول أن أوباما رجل طيب لا يفهم هذه الناس، يعني يعني بمعنى انك انت هؤلاء لابد لهم فقط العصا ولابد لهم من القبضه الحديديه او الاخوان او الاخوان المسلمين كما قال، يعني نعم، انه يعني يحاول ان يعني يجعل، واعتقد ان الاخوان شرف لا يدعوه وتهمه لا ينفوها، نعم، كون انه قال لا ان الاخوان هم اللي وراء، ليس الاخوان، نعم، يعني هذا الشعب المصري حتى انهم اعلنوا انهم لا يريدون الترشح للرئاسه، يعني اضطروا ان يقولوا ذلك بالرغم انا اختلف مع هاي، كل واحد عنده الحق ان يكون له الحق في بلده ان يمكن أن يترشح ويمكن أن يكون رئيس أو رئيس حكومة، إذا اختارك الشعب لما لا، هذا من حق الناس، هم اضطروا حتى أن يقولوا لا، نحن هدفنا هو إصلاح الحكم وإصلاح نظام الحكم وليس لا. إذن قضية أنه بعد الفوضى وبعد الطالبان وبعد الإخوان وبعد هذه العقلية التي استمرت واستمرت الخداع واستمرت التحايل، وما يهم أكثر وبدرجة أولى وأساسية للأسف هو ما يقوله الغرب. أستاذ محمد عبد الحكم، يعني هنالك نقطة بالغة الأهمية، اليوم بعد مرور 12 يوما على هذه الثورة هنالك يعني من يقول بأن النظام تمكن من استيعاب الموقف والآن يريد أن يتحرك حتى ولو بقيت هذه الثورة موجودة، وبالتالي أنه يعني نعم وماذا بعد يستفيد من تلك التي حصلت في لبنان، أنه ذهب يعني ذهبت المعارضة إلى الاعتصام في وسط المدينة واستمرت الحكومة تحكم أكثر من سنة ونصف. أعتقد الوضع مختلف كثيرا، يعني بمعنى أنه طالما موجودين في ميدان التحرير دعهم هناك، يعني. لكن أنت الآن النظام عشان يلملم فلوله ستأخذ وقت طويل، الأولا لأن إحنا يعني عشان كده أنا ما بدعيش حتى أن هناك كانت مؤسسات، بدعي أن كانت وأنا مع الاتفاق العصابات كانت موجودة في الشرطة والآخر، لأن فعلا الدولة المصرية غائبة في على الأقل العشرين سنة الأخيرة غائبة تماما، لأن الدولة المصرية دي أصلا أنت ما تعرفش كان ليها تأثير، مش بس هقول لك تأثير في إطار السياسة، الدولة المصرية من القدم كانت هي الدولة الراعية فعلا للناس حتى في ظل الفرعون نفسه. ليه؟ لأن هي جاءت إزاي، هي نشأت الدولة المصرية إزاي، النيل هو اللي أنشأ الدولة المصرية بالضبط، والزراعة اللي هي أنشأت الدولة المصرية، فعشان تنظيم النيل والزراعة فلا بد ان تكون للدوره هذا الدور الاجتماعي، مش الدور بقى الايه السياسي، نتيجه هذا الدور الاجتماعي تحتاج الى نبي يوسف، ها معلش لا بوريك، فبقى اصبح لها منظومه قيم مش بس منظومه اداره،
وتفرق كتير جدا أن تكون دولة لها هذه منظومة القيم وأن تكون فقط منظومة إدارة. فما حصل أنت كانت لها منظومة دي، هو جه ضرب هذه، هي البذر حقيقي مش عنده هو بس، هو جه قضى على البذر وضعها أنور السادات عندما قال الدولة تاجر فاشل، وهي الدولة لم تكن تاجر أصلا، ده الدولة وسيلة من وسائل التنظيم اللي في مصر مختلفة كثيرا عن كثير من الدول. فما قال الدولة تاجر فاشل فرح ضارب، بدأ في ضرب هذا الدور الاجتماعي اللي هو الناس تنتظر. دي كانت بتدي الناس البذور عشان يزرعوا المحاصيل، وكانت تجمع الحصاد وتبيعه نيابة عن الناس، وكانت توزع العائد ده في ظل بقول لك حتى الاحتلال البريطاني، وتوزع هذا العائد على الناس، وأيضا تعطيهم قروض. وبعد أين نحن اليوم؟ من لا من أقصد إيه هذه الدولة ده. فهذا الفراغ ترك، وجاء ما ترك مين اللي ملاه؟ ما احنا قلنا اللي ملاه انه هو الامن، والامن بشكل ايه؟ في ظل قانون الطوارئ. فما تيجي هذه المنظومه كلها تزاح يوريك حج الفراغ، الفراغ وايضا الماساه، مش بس الفراغ، الماساه. مين بقى يملى هذا الجانب؟ يبقى هنا القضيه ان احنا نملأه. الشارع الان عنده امكانيه ملأه. يعني بقى الايه؟ قضيه الثوره بقى ايه؟ لم تجبني عن سؤالي. يعني هذه العصابات او هذا النظام اذا صح التعبير قادر على انه يستمر؟ لا، الثوره لا الى لا اي لا مدى لا قادر على الاستمرار؟ نعم، اذا كان انت حتى ادواتك الموجوده في ظل غياب الدوله فلت رحل انت، فالفلول دي انت عايز تستجمعها، دي مش بين يوم وليله، دي نقطه الاولى. النقطه الثانيه الشعب رافضها. يعني مثلا انا شفت الشرطه ما نزلت في بعض الاماكن، شوف الناس قالت مش عايزينكم، يعني طلعت الجماهير بالكامل كده. يعني ايه؟ لان عصابات مش انا بقول لك يعني حصل كمان إيه؟ يعني حتى العوده انها نفسها في الاتجاه الموجود الان غير مقبوله. الحزب النصر الوطني مش موجود، اللي هو اذا كان ده اداته اللي كان بيحكم بيها من خلال رجال الاعمال والمال مش من خلال السياسه، واخد بالك؟ فتحول الحزب كان الى شركه، فالشركه كانت بتتعامل مع الناس على ان دول مصدر استثماراتها ومصدر ايضا انهم يستاجروهم كالعبيد والحاجات دي كلها. فهنا كمان الحزب ده مش موجود. طب قول لي الادوات اللي تبقى في ايده ايه؟ ادواته وعشان كده هو بيتعامل بالبلطجيه الان. اللي هم ارباب السوابق، ما بتعملش حتى بقى بالشرطه اللي كانت موجود، بيجيب ارباب السوابق بيخرجهم من السجون، بيجيب اللصوص اللي كانوا موجودين، ايضا المجرمين وتجار المخدرات والناس. هي العمليه اللي حصلت في غزو ميدان التحرير يوم الاربعاء حصلت ازاي؟ كلها دول. طيب هذا مفهوم، هذا مفهوم. انا يعني اريد ان اكون واضحا في طرح السؤال لكي يعني اصل الى يعني التنبيه والتحذير مما قد ياتي. استاذ سعد، عندما نتحدث اليوم عن هذا الواقع الموجود في ميدان التحرير، قد يتاقلم النظام مع هذه الحاله ويعمل على الاستمرار وكانها يعني حاله من حالات المجتمع. هذه هذه هي المحاوله وهذه هي الخطه. لذلك ازاحه او فتح الطرق الان بالقرب من ميدان التحرير وغيره يراد بها ان الحياه العاديه ستعود الى طبيعتها، والنظام يراهن على الناس غلبت ويريدون ان يقتاتونا ويبيعونا ويشترون. اسمح الان العقليه الفرعون الفاشل، الذين الفراعنه بنوا اهرامات ونظموا الزراعه، هذا لم ينظم الى القطط السمينه، يعني وصلت القطط السمينه في مصر. الان العقليه هذه ما الفرق ان غادر الان وبعد 9 أشهر او 7 أشهر، ويريد من اجل 7 أشهر ان يدمر المجتمع باكمله، وهو مصدر الفوضى وهو مصدر الكارثه الى حد الان. لذلك انا ارى انه من الواجب على القوى السياسيه الممثله في ميدان التحرير وخارجه ان تتلاحم، وهذا ما قبل ما تحدث، ان تتلاحم مع اكبر عدد ممكن من قيادات الجيش، ويتم هناك توافق على ما تم بالنموذج التونسي، الاتفاق، بالرغم التونسيه تختلف لكن هذه راح تصوص حتى في تونس ماشيه في اتجاهها. يجب نستفيد من تلك الخبره ان كل مكونات المجتمع او ممثل كل مكونات المجتمع المصري والتي تحدثت وانا معجب بها وافتخر واعتز بها واتمنى ان تنتشر في المناطق الاخرى، لان النموذج التونسي والمصري يجب ان ينتهي ببناء الدوله الديمقراطيه العربيه، لان احنا جزء من العالم، واي تغيير عندنا الغربيين دائما يخشونا من التغيير. ونرجع للنقطه، كل مره يقول لك تغيير، نحن نخاف على الاستقرار. لماذا يفترض الغرب
أنه أي تغيير سيؤدي إلى الفوضى. لماذا يفترض الغرب أن أي تغيير سيكون ضد الغرب؟ إحنا الآن الشباب اللي 400 ألف الذين في مصر هم الذين نظموا وأسسوا لهذه الانتفاضة في عن طريق تويتر عن طريق الإنترنت. هو الجيل الجديد يختلف عنا حتى إحنا. وعليه نحن نعود الآن ونقول المظاهرات جيدة، الاعتصام جيدة، الاستمرار الضغط على النظام جيد، إن العالم الخارجي أدان مبارك. خلينا نفكك شوية الشفرة الدبلوماسية. ما قاله كامرون، ما قاله الاتحاد الغربي، الاتحاد الأوروبي، ما قالته أمريكا. إحنا بالنسبة لنا رحب به، لا نقول لهم يدخلوا في شؤوننا. إحنا يا إما نقول لا تتدخلوا أو قفوا مع تطلعاتنا وحقنا في تقرير المصير. طبيعي. فهذه الآن أنا أتصور أهم حاجة هو الآن كل من جماعة البرادة الإخوة المسلمين إلى الغد إلى كل هذه التجمعات زائد الشباب والمنظمات وتنظيمات المجتمع المدني يجب أن تتفق على أو تعلق بالإجماع أو بالتوافق وتقدم مقترحاتها إلى الجيش بصفة عامة وليس إلا بسليمان فقط. إذا سليمان قبل بهذه فإنه يجب أن يحدد الوقت ومضمون الاتفاق ويجب أن يطرد مبارك، لأن مبارك يريد أن يبقى لكي يخلق ظروف يريد إعادة. شوف هذا خبز قديم نريد أن نخلق منه بكرة نفس الشيء زي ما تسميه في المصري كل حاجات البقايا توضح على الكوشري. الكوشري فيحب يعني رز من هنا وعيش وخبز قديم خلطه كله هو كله بقايا النظام القديم. مصر تونس والعالم العربي النظام المماثل هذه الجزائر هو نظام لا يختلف عن النظام المصري إطلاقا. نحن سعرنا من النظام المصري كل تكنولوجية الاعتماد على الجيش المخابرات والجهاز الحزب الواحد والبوليس لا تختلف إطلاقا. لذلك يجب أن نعمل كل ما بوسعنا كعرب كمصريين كغيرهم المصريين العرب أن نعمل على إنجاح النموذج التونسي والنموذج المصري وندفع به إلى نهايته ونتعاون. لا نقول الغرب كل حاجة، احنا نقول الغرب تدخل. احنا الغرب إذا يتعامل معنا نتنافس معاه زي الفرنسي يتنافس مع البريطاني. نحن لسنا أعداء لأحد، نتعامل بشرط أن نحقق مصيرنا أو نحقق تقرير مصيرنا. أنطلق مما تفضلت فيه أستاذ سعد، يعني أنه التوافق ما بين هذه القوى، يعني عندما يعني نتابع ما يجري في ساحات المتظاهرين وهؤلاء الشباب لا نرى أن هنالك قيادة تعبر عنهم. يحاول بعض الأحزاب أن يقول بأنه هو يعبر عن هذه الرغبة، ولكن يعني المعلومات الواردة خلال اليومين الماضيين عن لقاءات مع عمر سليمان ومع رئيس الحكومة لا تشي بأن هذه الجماعات تعبر فعلا عن حقيقة هؤلاء الشباب. كيف اين يعني الثوره، اين الشباب، مين ممكن وكيف يصير اتفاق فيما بينهم؟ شوف الان لو افترضنا ان ميدان التحرير هو هذه الطاوله، هناك ضغوطات ومناورات من الذين يريدون ان يجهضوا هذه الثوره ويسقطوا هذه الثوره، وبين القوى التي تريد ان تحمل هذه الثوره الى اقصاها. هناك صدام حقيقي وقوي جدا، يظهر بعض ولا يظهر البعض الآخر، ما لا يظهر هو الأكثر في الحقيقة. هناك قوة دولية، قوة إقليمية وقوة محلية تريد أن يبقى النظام بشكل أو بآخر، حتى لو رحلة مبارك. يعني فيه الآن عملية تحويل قطع الرأس مثل ما حدث مع بن علي، بمعنى أن يذهب الرئيس أو في الحقيقة هذا المستبد الرئيس جاء بطريقة غير مشروعة وأن يبقى النظام، ولذلك يراد لسليمان أن يبقى. وأنا لا أفهم لماذا الناس يقولون يعود يبقى سليمان. سليمان هذا هو أداة رئيسية، هو قلعة رئيسية داخل النظام، هو رئيس جهاز المخابرات. كيف ممكن أن يذهب مبارك ويبقى رئيس جهاز المخابرات؟ كيف ممكن؟ هو رئيس جهاز أمن الدولة يعني. جهاز أمن الدولة المخابرات، هو رئيس المخابرات، جهاز أمن الدولة والبوليس الخارجي. المخابرات هي القوة الضاربة. هو بالعكس كان مرشح أن يكون نائبا لمبارك. كيف نقبل بذلك؟ كيف نقبل بأن يبقى وزير الدفاع الطنطاوي؟ كيف نقبل إذا بقينا بها عمدة النظام هذه؟ فنحن في الحقيقة لن نغير إلا شكل أو جزء مبارك. ولذلك ما هي الآلية؟ الآلية أن تبقى الثورة ضاغطة بشدة، أن يندفع أكثر الذين ما زالوا في المنطقة الرمادية، أن يدخل الناس بطريقة أكبر إلى أن يتحرك الناس في العالم العربي بطريقة أفضل. لأن الشعوب العربية يبدو وكأنها تتفرج الآن، صحيح هي الآن منشغلة جدا، الضغط الناس
عندها الضغط وعندها الانشغال مرعب، لكن علينا لا نبقى نتفرج ونشعر بالضغط ونشعر بالقلب ونشعر بانيش عارف بالسكر ونحن والشعب المصري يخوض معركة ليس من أجل مصر فقط، من أجل مخرج المعركة في مصر سيؤثر كل على الجميع، الكل ينتظر بالضبط. حكومات الاستبداد والفساد وهذه العصابات في الأردن، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في كل الكل ينتظر المخرج. إذا انتهت لصالح قوة دمار اللي هي الحكومة القائمة فهذا يعني أن الحكومات الأخرى ستتنفس السعادة، وإذا انتهت لصالح الثورة وإلى صالح الشعب المصري فمعنى الشعوب الأخرى ستشعر بانعتاق وبانكسار القيد وبسقوط الأقنعة. إذا لابد أن يتحرك أكبر عدد ممكن من الناس في كل مكان سواء في البلدان العربية أو في الغرب، وهنا إمكانية كبيرة داخل الغرب لكي نتحرك بعدة طرق. نعم أستاذ محمد، يعني دعنا نناقش الأمور ونركز بعض الشيء على واقع ما قد نشهده في الأيام القليلة المقبلة. إذا شاهدنا في قابل الأيام هنالك مظاهرات مليونية مؤيدة للنظام، أنت تشك ولكن كل المؤشرات حتفسر لك، كل المؤشرات جوهرية كل المؤشرات تدل على أن هنالك تحرك بهذا الاتجاه. لا معلش، في نقطة جوهرية حتفسر لك. لا إذا جابهم من السودان. لا 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 نقطة جوهرية أصلا. هو الحاصل في حالة من حالات يعني الارتباك في الإعلام. نعم. الإعلام سواء في داخل مصر أو حتى في خارج مصر، الارتباك أساسه إيه؟ إن إحنا نتحدث عن المعارضة كلمة مطلقة. نعم. وهذه الكلمة في مصر الآن ليست مطلقة. نعم. المعارضة الحقيقية لم تساهم على الإطلاق، وأنا بقول أحديك الأسماء. نعم. لم تساهم على الإطلاق في هذا التحريك. نعم. واخد بالك؟ وحديك واخد بالك؟ صدر أما كان المفروض الميعاد محدد 25، الأحزاب التالية أعلنت من البداية أنها لن تشارك، حزب الوفد بالضبط وحزب الأحرار والحزب الناصري وحزب التجمع والإخوان المسلمين قالوا لن نشارك، لكن أما بعد أول الجمعة ما قدمت ولقوا أن القضية غير القضية فبدأوا يلتحقوا، دول ملتحقين وليسوا صانعين، وشتان بين أن تلتحق وتصنع الايه الشيء. فما التحقوا بقوا تقريبا على الهامش، واخد بالك، ويسعوا الان انهم يبقى لهم دور. بيلعبوا الدور ازاي بقى؟ بيلعبوا الدور من خلال برضو اشكالهم اللي هي لم تشارك دي، بيعملوا الذين قاتلوا من بعد لهم جزاء ايضا. من ها الذين قاتلوا من بعد لهم جزاء ايضا. ما انا ما قلتش لا طبعا في كل خير، لكن الاوليه والاسبقيه لمن قاد لمن قاد هذا هو. انا قلت لا بالعكس، انا قلت التحقوا شرف الالتحاق، ما قلتش ابدا. انت تؤكد حقيقه. هنا بقى اللي حصل بهذا الشكل، اما حصل كده وبقوا دول على الهامش، لكن في قوه الثوره الحقيقيه هي اللي تدير لحد الان. هم بيعملوا ايه حول هذه القوه؟ بيحاولوا يحصلوا التفاف عشان يبقى لهم حضور، فشكلوا البرلمان الموازي، شكل لجنة من 10 ومثل فيها كل القوة، والثورة دي مثلت بواحد من 10 دول. ده غير منطقي ان انت القوة الاساسية لابد تمثل كلها العشر يعني. وهي المحرك الرئيسي ما اطلق عليه لجنة الحكماء. لا ده قبل لجنة ده بديك اللجنة الاولى اللي هي طلعت على طول يمكن من اسبوع. هذه مخادعة اخرى، هذه لجنة الحكماء انا بحكي لها. وده عن تأتي لجنة الحكماء لأنها تريد أن تضع أصابعها بحيث أنها تحتوي هذا، وأنهم إيه يبدأوا وكلها لجنة. أنا أعتقد أنا مش عايز أذكر لأن ممكن لو ذكرنا الأسماء لو لا أقول لك الأسماء بالقطع. نعم أنا أذكر لك بعض الأسماء. يعني مش يعني إيه لا عشان القناة ومش عايزين لها مشاكل يعني خلينا إيه يعني ده الجانب الأخر. النقطة الثالثة إن أيضا مش بس إن أيضا ائتلاف الأحزاب دول اللي هو في الأصل هو الآن أيضا بيتحرك على أساس إن هو اللي يتولى التفاوض. نعم. طب المتفاوض ده مش معاه تفويض الأول من أصحاب الشقة؟ ها؟ نعم. مش كده ولا إيه؟ صحيح. يبقى تفويض من الثوار. طب الأول إيه يعني متن علاقتك بالثوار والثورة وبعد كده إذا أنا أريد أن أقف على رأيك الشخصي. أنا معاك بس أنا بوديك الخريطة لأنها مهمة، لأن المشاهد يهمه أن يرى الخريطة دي عشان يعرف
ان ايه ان الثوره الحقيقيه ليست ممثله لحد الان في اي شكل بالشكل اللي يجب ان تمثل به في كل الاشكال المطروحه سواء في الحكماء. طيب او من يحميها؟ ما هو ما هم بيحموا نفسهم يعني ميدان تحرير والميادين الاخرى في الاخرى في المدن المصريه كلها نعم في الاسكندريه في طنطا في الاسماعيليه هم حاطين اساس. هم طبعا من الامس بيحاولوا فعلا يبقى في نوع من التنظيم واليوم ايضا في محاوله للتنظيم. وانا طبعا يعني على الاقل كان في هناك تنبيه التنبيه يا جماعه لابد على الاقل يبقى في نوع من القلاية يبقى في مرجعيه بحيث ان الناس تتصل بها وتبدا يعني انت يعني انت موافق على انه يجب ان يكون هنالك يعني وجه تمثيلي للتفاوض قطعا لا مش للتفاوض الاول للتعبير عن الثوره واخد الاول ناخدها جزء جزء يبقى هذا الوجه موجود تعبير عن الثوره يتبلور وبعد كده هذا الوجه بيعلن برنامجه هو برنامجه حصره الان في حاجه واحده فقط اللي هو الرحيل وبعد الرحيل يبقى ايه لكل حاجه حديث بالمقابل استاذ سعد بالمقابل الاول نعم. وبعدين بالمقابل استاذ سعد يعني يعني الاجهزه الحاليه اذا لاحظت يعني مثلا سواء كان رئيس الحكومه او نائب الرئيس يحاولون التحاور مع هذه الاحزاب للقول باننا نتفاوض ونحن نتحدث عن كيفيه يعني انتقال السلطه والمرحله يعني يحاولون يعني نقل الموضوع الى عمليات دستورية عمليات قانونية وما إلى ذلك. أنا أتصور أكبر خطر الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع في مصر خاصة الثوار أو أصحاب الانتفاضة هو الانفراد بمعنى النظام يقول أريد الحديث متحدث مع هذه الجهات المعنية الإخوة المسلمين حزب الغد هذا ما فعلته بالنسبة للنظام الجزائري في 94 الرئيس الجزائري استدعى كل الأحزاب وكل التنظيمات ويلتقي معها وجه لوجه ويقول ماذا تريدون وماذا أريد أنا نظن المطالب واضحة كل وضوح وهنا يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين أنا أمثل الوضع بعد سقوط أي نظام الآن من أنظمة الاستبدادية لما حدث في جنوب أفريقيا الأبارتايد بعدها مباشرة تشكلت جمعية تأسيسية صاغت دستور وصاغت قانون وفي حكومة انتقالية نفس الشيء بالنسبة للدول اليوغوسلافية سابقا هذا ما تم بالنسبة لأوروبا بالنسبة لدول أوروبا الشرقية نعم. احنا يجب هنا عندنا من التجارب البشرية ما يفيدنا ويجب لا نفقد الطريق أو خارطة الطريق لأنه مثلا احنا هنا الإخوان المسلمين كانوا صامدين لوحدهم لمدة سنوات وما يأكلوا في العصا وما يضربون كل حزب عندما تحرك حزب الغد حدث له نفس الشيء حزب الناصري في تونس نفس الشيء حزب الناصر 23 سنة هو مضروب الآن يجب أن نتألم وهذا ما حدث والحمد لله ما قام في تونس وفي مصر وما سيقوم في الدول العربية أخرى الضمير الاجتماعي والطموح الاجتماعي هو الذي تحرك وبالتالي لا يجب ولا من ليس من حق أي حزب أو تكتل أو تجمع أن يدعي أنه هو ليمثل لأن النظام الآن قاعد يلعب وريد إهماء تكلموا على والله احنا في اللقاء مع لجنه الحكماء نتمنى الاستاذ اخونا يشرح لنا اكثر الاستاذ عبد الحكم ويعرف مده سنوات وانا عارف ويعرف من مصر يحكي لنا شويه على الخلبطات اللي المصريين ارباب اسمع التضليل والخداع كنا نتوقع ان يكون بين لجنه الحكماء لا لا انا لا لا انا 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 اشوف شوف اقول لك شوف شوف الان العنصر شوف العنصر شوف العنصر العنصر داخل الان لو لا نقوم كتجمع وبتوافق لأن مجتمعاتنا ماذا حدث عندما سقطت النازية والفاشية ولا تختلف كثيرا الغرب في آن ذلك قالوا احنا دستور ديمقراطي انتخاب نظام الانتخابي نظام التمثيل النسبي التمثيل النسبي لن يسمح لأي طرف أن يكسب مثل ما هو الحال في ألمانيا هذا يزيل المخاوف لأن عندما يقول مبارك والله بعدي الإخوان المسلمين لو نقيم اسمع لي لو نصيغ دستور ديمقراطي يقوم على تنظيم البرلمان النظام البرلماني وليس الرئاسي لن يخاف اي طرف سواء في داخل بلداننا او خارج بلداننا اضيف الى ذلك نقطه العنصر الازلي احنا مغيب علينا كثير عن لدينا حتى احنا عندنا ديناصورات يعني حتى في داخل الجانب المضاد للحكومه الان ما تم في مصر وما تم في تونس قضاء على الحكر القائم حتى من قبل الاحزاب القديمه
أنا أتصور إحنا في وضع جديد يجب أن نتعامل معه بعقلية جديدة. أنا معك بس في حاجة مهمة على فكرة. لابد أيضا على فكرة نفهم الطبيعة اللي جارية، لأن برضو أحيانا إحنا ما زلنا بننقل أحيانا تجاربنا القديمة بحذافيرها بالكامل في شيء ربما لم يحدث شكله بشكل، لأن رأيي صحيح بدأت الثورة التونسية، بس إحنا كمان بدأت الثورة. هقول لك بشكل إزاي الثورة دي، وأنا يمكن كاتبه اليوم في المقال، إن قلت لك إنها عابرة للأيديولوجيات، عابرة للأحزاب، عابرة للخلافات الدينية، يعني مقدمة شيء عابرة الأجيال أيضا وعابرة الأجيال، وهذا مكمن خطأ عليها لها وعليها. معلش بس هو أيضا أيضا شيء جديد لم يحدث، إحنا مرينا بهذا الشيء، يبقى على الأقل محتاج الشيء الجديد يحتاج أيضا استحداث أساليب تتعامل مع هذا الواقع الجديد. بالضبط. لابد يعني هذا يعني ما كنت سأسأل عنه يعني العربي زيتوت وبعدها وأنتقل إليك يعني سيد محمد. اليوم عندما يعني يقوم مثلا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بالتحدث مع هؤلاء الأحزاب والممثلين الذين يقولون بأنهم لديهم توكيل من الثوار أو المتظاهرين في ميدان التحرير، وبعد يوم أو يومين أو أسبوع تظهر تسجيلات مثلا على التلفزيون هنا أو هناك أو في وسائل الإعلام بأن هؤلاء الذين يمثلونكم يقولون كذا في الاجتماعات ويعملون على ضرب هذه المتظاهرين، يعني ألا ينتبه هؤلاء الذين يتفاوضون مع من يتفاوضون؟ شوف هو هذا الإشكال، هو أن هناك تعدد، فيه من يتفاوض سرا، فيه من يتفاوض علنا، فيه من لا يتفاوض. يعني حزب الوفد قال بأنه يتفاوض. نعم هو حتى كان قال بعد خطاب مبارك أنه يستطيع أن يتفاوض الآن إلى آخره. هناك داخل المعارض أولا علينا أن نصنف، هناك ثلاث كاتيجوريز، يعني ثلاث تصنيفات أساسية. صنف أساسي وهم الثوار والشباب أساسا فيه، هؤلاء كانوا يقولون برحيل النظام ككل. بالضبط. ولا زال يصرون على ذلك، وكثير منهم. صنف داخل فيه الإخوان كان يقول هذا الكلام ثم يقول الآن فقط برحيل مبارك، ومعه أيضا مثل البرادعي وآخرين. وصنف كان يقول أنه ممكن حتى بقاء مبارك إلى سبتمبر، وممكن التفاوض، وأعتقد أن الوفد مشى فيه في لحظات معينة، أعتقد أنه تراجع فيما بعد. إذن هذه المعارضات التقليدية ليست متساوية، هذه من جهة. من جهة أخرى القوة الجديدة، لأنها ربما لم تمتلك ما زال الدسائس السياسية والهفوات الخبرة السياسية إلى آخره، فهي ترى أن هي تعرف ما تريد وتقوله بصراحة، لكن لا تعرف كيف تصل أو توصله إلى العالم أجمع. بالرغم أن تغطية القنوات وعلى رأس الجزيرة حقيقة لابد أن يشرف الجميع، يعني العالم كله يأخذ عنا الآن. الحاجة الأخرى، بقاء هذا النظام لابد أن يكون، حتى الذين يقولون الآن مثلا في الوسط أنه ممكن يطالبون برحيل مبارك ثم نتفاوض مع الباقي، لابد أن يفهموا أن هذا يجب أن يكون تكتيك فقط، مؤقت جدا جدا جدا، وإلا سيحدث أسوأ مما مضى، لأن النظام سيعيد إنتاج نفسه، سيعرف كيف يغير الشكل. والدليل على ذلك التصرفات التي تقوم بها الحكومة الحالية التي يعني انشئت حديثا. والدليل على ذلك أيضا ما يحدث الآن في تونس، برغم أن وضع تونس أفضل شوي إلى حد ما، لكن ليس هو الوضع المفضل. تونس لم تنتهي الثورة، لم تنتهي بعد الآن، ويراد نتيجة قوة إقليمية دولية محلية تعيد إنتاج النظام من جديد، وتأتي بأشكال معينة، يعني تغيير في الشكل، ولكن البضاعة هي نفس البضاعة. إذن ما أريد أن أضيفه هنا فقط، وعلينا أن نركز على الأصل في الشيء، وهو رحيل النظام جذريا نهائيا بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن. سيد محمد، يعني هذه صورة يعني عن المتفاوضين، وأيضا نتحدث أيضا عن كيفية يعني الحفاظ على هذه الثورة لكي تصل إلى هدفها. من يعني انا رايي الحفاظ على الثوره دائما، ده مش بس دي، بس هو قلت بس دي لها وضع خاص، لان قبل كده كان صارت تقوم بها بعض الاحزاب، تقوم بها مؤسسات اخرى، بس دي هذه ثوره جامعه بهذا الشكل، يبقى لابد الحل ياخذ في اعتباره. فانا رايي الحل ان يكون بعيدا عن قوى الثوره نفسها، لا يمكن حيكون هناك حل. ده اساس يبقى ان احنا كمان ايه، طيب هؤلاء الذين يتفاوضون، يعني هؤلاء الذين يتفاوضون، ما هو التفاوض مؤجل لحد ما تحصل القضيه الاولى، يعني هي المشكله ان كل وانا اعلم ان لهم برنامج في هذا الجانب،
يعني تماما، وبالنسبة للجمعية التأسيسية وكيف تقوم والأمور دي كلها ومين والكلام ده وحتى الأسماء وكل الكلام ده أنا أعلم أنه موجود، لكن المشكلة أن كل ده لا يعلن إلا في لحظة إلا ما بعد الرحيل. عندما ده الجانب ده المهم. عندما يعني نقطة أخرى أن الجانب الآخر أن هو الآن بدأت القوى نفسها تحاول تنسق ما بين بعضها بحيث أن تكون الكلمة واحدة، ما تكونش إيه تطلع داخلها أصوات متعددة على أساس تظهر في إطارها الائتلافي أو إطار الجبهة، وهو نوع من ائتلاف الثورة سميه أو تانية. ده بيتم أعتقد خلال يوم أو اثنين أو ثلاثة هتجد هذه الصورة مبلورة وتجد في هذا الجانب. لكن المشكلة فعلا المعضلة الأولى الآن اللي هي المعلقة ووصل إلى يعني فعلا طريق اللاعودة، ان يا اما النظام يرحل احنا لنسكت، ده واخد بالك؟ هي دي العقده الان. فكلام بعد هذا انا رايي هيبقى سابق لاوانه، دي نقطه. النقطه الثانيه احنا ايضا لا نستطيع ان نتنبا بشكل كامل لاساس، لان في اصرار من جانب الثوره لكن في رعونه ما زالت وحماقه من جانب بقايا فلول ما كان يسمى نظام او ده. في حماقه شديده جدا حتى لو عملوا تفاوض ايضا في ظل هذه الفلول، هو تفاوض انتقائي، هو اللي بينقي. يعني عندنا مثلا زمان ايام المفاوضات مع البريطانيين كان بيجيبوا احزاب الاقليه تتفاوض، فكان دايما يقولوا جورج الخامس يتفاوض مع جورج الخامس، واخد بالك؟ صحيح. ليه؟ لان هو نفس ممثل الاحتلال، هم اللي بيه احزاب الاحتلال فكانوا هم اللي فهي الحكايه دي لو حصلت كده انت لما تيجي ما هيبقى نفس نظريه جورج الخامس يتفاوض مع جورج الخامس. هي المشكله انا رايي التفاوض لا يمكن ان يتم الا بعد هذا الجانب. طيب وهو لجنه الحكماء يعني هنا يعني عندما طيب يعني انه يعني الا تشكل مثلا يعني حاله وسط، لانه كمان كان عم يسالك عنها الاستاذ سعد يعني انه انه شو يعني شو هالفكره يعني اولا هي اذا كانت على لجنه الحكماء اولا هي هذه اللحظه ان تكون حكيما في مواجهه نظام غبي مستحيل أفضل يعني. ها لا صحيح يعني الحكمة لابد أن يكون هناك على من قواعد على الأخذ والعطاء فهي أولا من ناحية التشكيل من الزاوية دي فهذا الجانب خاطئ تماما، لأنها تسمي نفسها شيء واعتقد لا تستطيع ان تقوم به، لان ما لو كان تسميه الوسطاء ربما كان ستكون اقرب الى الواقع، لان لو يقولوا وسطاء متفاوضين الكلام ده كله، لكن حكماء في ظل حاله شديدة الجنون والغباء والحماقة ما اعتقدش. طب ايه اللي يجمع هؤلاء الحكماء بما يجري ايه اللي ممكن بعدين يعني هذه ايضا تسمية اعطيت اعطوها استاذ سعد رئيس الوزراء الحالي يقول بانه نحن متفقين ده الرئيس حيرحل ولكن في شهر ايلول يعني انه انتم مستعجلين ليه يعني يعني بهذه البساطه يعني يتحدث يعني هو لماذا هذا الاصرار بعد 30 سنه؟ انا نقول لك حاجه واحده، لو تقارن وضع مصر حتى ماركس لما قارن وضع مصر قارنه مع الهند صح. مصر في 30 سنه الاخيره الهند اللي فيها 1700 لغه و20 الف دين و20 الف عرقيه وكانت دوله عالم ثالثيه مش مصر ومليار وشويه، شوف عدد سكانها مليار، يحكمها نظام تعددي ديمقراطي ومن النظام التعددي ديمقراطي خلقت الآن أكبر قوة اقتصادية في العالم. انظر إلى مصر من ناحية التقدم الاقتصادي، احنا ما نتكلم فقط. لذلك فإن ماركس نظريته معكوسة في مصر في بلداننا، لان الماركسيه تقول الاقتصاد النظريات تصل الى حدود مناطقنا وتقف. شوف خليني اقول ماركس يقول ماركس وان تظهر نظريته خاطئه عندنا، لان هو يقول الاقتصاد هو الذي يحدد السياسه، بينما احنا السياسه السياسه اللي لازم تحدد الوضع الاقتصادي والبقيه. لذلك اكبر اكذوبه مثل في تونس يقول لك والله تونس وصلت الى نمو اقتصادي كبير، هذه مهمه جدا مش حكي سياسه فقط. نرجع للجنه، شوف انا اتصور ما يريده الشارع في مصر او ميدان التحرير والشعب المصري ككل شعوب المماثله زينا احنا في الجزائر والمغاربه حتى الانظمه الملكيه حتى هي راهي تحتاج لنفس الرد يعني نفس المعامله في فلا ما تنساش لازم الملكيه الدستوريه كذلك. شوف أنا أتصور المطالب بسيطة جدا، نحن نريد حكومات تتغير طبقا لإرادة الشعب طبقا للدستور طبقا لقوانين الانتخابات، لأنه الآن تبدأ تفاوض على ماذا؟
ما هي هناك احزاب لم تسجل هنا جماعه هذه الان في الميدان، احنا مو لا مش ممكن نجيب 20 مليون ونبدا نتفاوض مع الحكومه. الاهداف واضحه، انهاء الاستبداد والبدء في بناء المؤسسات التي تؤسس للديمقراطيه وتحمي الديمقراطيه فيما بعد، والشعوب قادره على ذلك بغض النظر على من هو الحزب فلان. انا اقول لك كان احزاب كثيره بعد التغير، الاستاذ عبد الحكيم في هذه اشار لها، هي نحن نخلي الامور تمشي خطوه خطوه، ولا يجب ان نسبق الاحداث. اول مهمه ازاحه المستبد، ولا يمكن اقامه ديمقراطيه تحت رعايه المستبد. طالما تحدثت عن الواقع الاقتصادي، دعونا مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير الذي يتطرق الى الثروه الماليه للرئيس المصري وعائلته. الرئيس المصري طبعا حسني مبارك وعائلته، خصوصا طبعا على واقع الاقتصادي الذي تعيشه مصر. تشكل ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته اللغز الأكبر في مصر، ولذلك فإن الخبراء والمحللين يتقاذفون التوقعات بشأنها. وسط غياب رسمي كامل عن التطرق لمثل هذا الموضوع الذي يعتبر من بين القضايا الأكثر حساسية في البلاد، صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقديرات يكشف عنها لأول مرة، وقالت إن ثروة مبارك وأبنائه تتجاوز 70 مليار دولار، وإنها تتوزع على بنوك بريطانية وسويسرية وأمريكية، كما أنها تتوزع على عدد كبير من العقارات التي تتوسط مدينتي لندن ونيويورك. وبحسب الصحيفة واسعة الانتشار، فإن مبارك جمع هذه المليارات خلال سنوات حكمه 30 عبر عمولات وصفقات استثمارية درت عليه أرباحا طائلة. وفي حال التسليم بهذه الأرقام، فإن هذه الثروة لو وزعت على الشعب المصري بأكمله، فإن نصيب الفرد الواحد سيكون 1000 دولار على الأقل، أي بمعدل 6000 جنيه مصري لكل شخص. لكن الأهم في هذا الرقم الضخم من الثروة أنه يتجاوز بكثير المديونية الخارجية الإجمالية لمصر، والتي تبلغ حاليا 49 مليار دولار، وهي مديونية لطالما أثقلت كاهل الدولة المصرية بفوائدها الباهظة التي تدفع سنويا للدائنين. نتابع إذن مشاهدي الكرام، وخصوصا على وقع هذا التقرير الذي يكشف عن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته. وهنا يعني نضيف إلى ما قالت به الحكومة الحالية عندما أشارت إلى أنها ستعمل إلى تخصيص 5 ملايين دولار للتعويض على الذين تضرروا في هذه الأحداث. يعني سيد العربي، وكأن بذلك عندما تحدثت عن أن هذه التعويضات بأنها تصل إلى بحدود 500 دولار للشخص، تحاول أن ترشي هؤلاء المتظاهرين. يعني إلى هذه الدرجة يعني تصل الأمور باستخفاف بعقول المتظاهرين وهؤلاء أبناء الثورة؟ كما رشت اللي يسموهم البلطجية، البلطجية لهم فلوس، يعني نفس الطريقة، وإنما هذا يضرب وهذا لأنك ضربت وبس اطلع من ميدان التحرير واطلعوا من الميادين الأخرى. المشكلة هذه 70 بليون دولار يعني اللي تكلمت عليها الجارديان، والجارديان طبعا يعني جريده جاده جدا، يعني لا يمكن ان تتحدث من فراغ، رصينة. ومبارك هذه فقط عائله مبارك، لكن هناك عائلات اخرى، عائله سوارس، سيروس، احمد عز، عائله، يعني كل عائله. انا قرات في بعض التقارير ان هناك اكثر من 100 عائله على الاقل، يعني اللي تجاوز قيمتها 10 بليون، بمعنى ان عندنا اكثر من 1000 بليون دولار، تريليون دولار، يعني 1000 بليون دولار في فقط 100 عائله، وهناك حوالي 5000 عائله اخرى، يعني لديها على الاقل يعني بليون. اقتصاد السوق، اليس هذا اقتصاد السوق الذي تحدث عنه النظام؟ هذا اقتصاد النهب. هذا الاقتصاد، هذا النهب، بحيث عندك 20 مليون، يقال ان هناك 20 مليون يعيشون في مدن الصفيح وفي المقابر، وفي يعني يعيشون في ظروف سكنيه بائسه جدا، وربع السكان. عندك الجامعات المصرية انهارت، الاقتصاد المصري، الدراسة في المدارس انهارت، الطب منهار، الثقافة كل منهار، وتقزم الشعب المصري في مجموعة من الممثلين المرتبطين، منهم عادل إمام مثلا اللي وجدناه يدافع بحماس وبشدة غير معقولة على هذه العصابة وهو جزء منها، ووجدنا
بعض الصحفيين، بمعنى انهم خلقوا ملأ معين، مجموعه معينه مرتبطه جدا تدافع بقوه، وشفناها لما كانت الكره القدم ما بين الشعب الجزائري والشعب المصري كيف خلقوا عداء شديد من ناحيتين. ايضا لدينا نفس الشيء، نحن في الجزائر مجموعه مرتبطه بالعصابه الحاكمه ونفخت في الجزائريين، نفس النظام كما قال سعد، نفس النظام نفس النظام. ومن ناحيه مصر اخرجوا المجموعات واخرجوا، في الجزائر يقولون ان المظاهرات ممنوعه، لكن في تلك الفتره تركوا الناس تتظاهر كما تشاء، بل بالعكس كانوا يدفعوهم لكي يتظاهروا. إذن نحن لدينا عصابات بأتم معنى الكلمة، ليست فقط في الاقتصاد والتجارة ولكن أيضا في السياسة. انظر إلى وضع مصر مع مثلا في المكان العالمي، أصبحت مصر دورها الرئيسي والدفاع عن إسرائيل، هل يعقل هذا؟ واحتلال بلد مثل العراق ما كان ليمكن لو ذا الدور المصري المشبوه، طبعا الدور السعودي الدور الأردني موجود، لكن الدور المصري هو اللي أعطى. ولذلك كل الحكومات الأخرى من الكويت إلى البحرين إلى الأردن إلى السعودية إلى المغرب إلى الجزائر كلها تنتظر في المعركة الحاسمة في ميادين مصر وعلى رأس ميدان التحرير. ولذلك يا الشعوب العربية بما فيكم من أمازيغ وأكراد وغيركم، لابد أن يكون هناك تحرك، وتحرك مفهوم الآن وليس بعد ذلك. أستاذ محمد، يعني قبل دخولنا إلى الاستوديو كان هنالك خبر يقول بأنه أعضاء هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني استقالوا، وتم تعيين حسام بدراوي أمينا عاما للحزب الوطني خلفا لصفوت الشريف وجمال مبارك. طبعا التعليق الأمريكي المباشر جاء من أوباما يقول بأنها خطوة إيجابية. باعتقادك أنه حتى يعني المبعوث الأمريكي وزنر إلى الولايات المتحدة إلى مصر يقول بأنه بدايات الحل بدأت تلوح، شو بتشوف؟ يعني أنا بشوف حسام بدراوي يعني أنا أتحدث عن جمال مبارك عندما يستقيل من الحزب وتذهب من أمامه الرئاسة. يعني هي المشكلة مش أنت، المشكلة دي ليست يعني قرارات لبناء لشيء، لأن فعلا زي ما قلنا الفلول لا تستطيع أن تبني شيء الآن، لكن دي أصلها الرغبات الأمريكية، تستطيع أن تسميها الرغبات الأمريكية في هذه المرحلة. وإحنا قلنا الرغبات الأولى حصلت في ترجمة كلام كيري في خطاب مبارك، وبعدين عزل أحمد عز، وبتيجي على هذا الأساس، على أساس أن دي مجموعة قوى بتستفز الرأي العام، فعلى أساس أن هذه متصورين أن إذا سحبت هذه القوى اللي بتستفز الرأي وجاءت أطراف أكثر نعومة، وهنا بقى مجي أحمد البدراوي قصدي حسام بدراوي، لأنه هذا من هذا النوع اللي هو الأكثر نعومة، ما فيش هذا الاستفزاز يعني مثلا صفت أحمد يعني صفت أحمد وأحمد شفيق وأحمد شفيق وأحمد شفيق ما إعادة إنتاج النظام، هذه طريقة إعادة إنتاج النظام. فهنا ده الجانب لا ميزة له على الإطلاق، لا يختلف عن الآخرين إلا في هذه الدرجة أنه هو أكثر نعومة وأكثر قبولا، بحيث أنه يستطيع أن يتفاوض، وهنا بقى المحل الجانب أن يتفاوض. قلوا لي فهلوي أنتم في مصر. لا هو المشكلة لا يستطيع التفاوض مع بقية الأحزاب الأخرى، وخاصة أنه هو محسوب على أن له نفس يعني الليبرالي. هذا يؤشر على ماذا؟ يؤشر على ماذا؟ يؤشر على أن النظام يعني ليس بوارد الرحيل، وانا يخطط للرحيل دي احنا انا معاك فيها، بس هو المشكله ايه؟ انا طبعا دوما متحفظ على حته النظام، لكن زي بعضه انا بفوتها لسبب اساسي بالضبط، اذا هي حاله محط كلام يعني تعبير يعني، لكن انت ما بتيجي اصلا بينفرط عقد عصابه وينفرط عقد منظومة بسيئة وفاسدة بهذا الشكل، تحاول أنها تستجمع نفسها لكنها لا تستطيع أبدا أن تعود بقوتها كما كانت عليها. دي نقطة. النقطة الثانية أنا أتصور أنها في مأزق، المأزق أحيانا هنا الجانب الخطير أنها تكون أكثر ضراوة، لأن دي معركتها ممكن هتكون الأخيرة، أكثر ضراوة من السابق. هتكون أكثر ضراوة إزاي وهي ما عندهاش الأدوات اللي هي تمكنها من الوقت يدهمنا. هي بقى ايه قضية ايه؟ ان ممكن يحدث نوع من الحريق، الحل النيروني. حل نيرون ان هو علي او شمشوني. شمشوني. علي وعلى اعدائي. ممكن تدخل هذه المرحلة اللي هي مرحلة من هذا. وانا اعتقد ان يعني لن يستطيعوا ايضا. ليه؟ فيما تبقى لدينا من الوقت يعني لكي نحدد الاطار العام. انه المطلوب من الثوار ومن المتظاهرين أن يستمروا في المطالبة بإقالة الرأي. ده مش مشكلة. وتطوير ذلك. بالضبط. هي بقى قضية التطوير هي المهمة. اللي هي الآلية بقى اللي احنا بنبحث عنها. يعني هل سنراهم مثلا في قصر العروبة بعد غد مثلا؟ والله هو الغد في احتمال أن اتجاه
السير نعم. ان حيكون في اتجاه القصر الجمهوري ده وهذا هو المفروض هو ده هذا هو المفروض حتى لكن يكون من ميدان نعم. التحرير تحول الى رمز فهم ايضا مش عايزين يتركوا ميدان بس على طيب ما تتركوش ميدان التحرير بس على الاقل إضافة الباقي نعم. ايه نعم. يتجه في كلمه نعم. بس للاستاذ سعد استاذ سعد يعني عندما نتحدث اليوم انه يعني كيف الحفاظ وكيف الوصول الى النتيجه يعني هل البقاء في ميدان التحرير ام الانتقال وأكرا. أنا أتصور رمزيا يجب البقاء إلى حد ما في ميدان التحرير لكن السير نحو قصر الجمهورية مثل ما فعل بعض المتظاهرون ضد شاوسيسكو وأنا أعتبر الآن بقايا النظام لأن حسام البدراوي هذا وجه حسن يمثل تنظيما قبيحا وقبيح فوق اللازم الجماعة الذين غادروا الحزب الوطني هم رفعوا شنط كل فلوسهم موجود في 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 دبي ودول الخليج وسحبوا اموالهم بالمناسبه من سويسرا لان سويسرا بدات تكشف الاسماء وانا علمت ذلك من قبل من جهات عليا من دوله اوروبيه فالفرنسيين سبقوا الاحداث وقالوا والله بن علي عنده فلوس يعرفوا عندهم يعرفوا جيدا انا اتصور الان التحدي الحقيقي هو الاستمرار وعدم الانقسام وعدم الطمع والجشع والتحدث والانفراد دين الانفراد سيكسر المنفرد المره هذه بل البقاء كوحدة كاملة لمواجهة نظام أعتبره مافيا ليس إرهاب دولة البقاء في مصر إرهاب دولة زائد مافيا الدولة هذه مافيا الدولة تاع القرن 21 ابتكرها حسني مبارك كلمة أخيرة سيد عربي زيتوت يعني عندما نتحدث عن هذا التوجه إذا أريد لهؤلاء المتظاهرين أن يتوجهوا إلى القصر الجمهوري أو إلى يعني نقلة نوعية ثانية هل سيكون الجيش له دور في المنع هذه المرة؟ لابد أن يكون واضحين الجيش هذا لابد أن يخرج من المناطق الرمادية نحن أولا نفرق ما بين قيادة الجيش والجيش لابد للجيش أن ينضم للشعب لأن قيادة الجيش مرتبطة بالنظام لابد أن نفهم ذلك ولذلك لابد للجيش أن يرتبط بشعبه لأنه هو أيضا مسحوق لابد شيء والواقع يعني هل تعتقد أنه سيواجه أم خليني فقط نضيف نقطة لحظة فقط على الهجوم اللي تم اليوم على هذا الأنبوب الغاز يراد النظام المصري يريد أن يخلق لا يعني في المعلومات أنه يعني كان خطأ فني وليس هجوما لكن حتى ذلك لأن الآن في أخبار على أن تفجير في الكنيسة أقرب أن قامت به المخابرات أو وزير الداخلية بالذات يعني الآن تسريبات حتى من داخل مصر أن تفجير الكنيسة اللي تم قبل شهر أو أقل كان من ذلك وبالتالي لابد أنا أقول وأكرر لابد للجيش ولابد للناس أن تنضم للشعب سيد محمد تعتقد أن الجيش سيسمح أو سيقف والله أنا لا أتصور أن الجيش حيقمع ولكن هي المشكلة في المنطقة الرمادية يعني مشكلته الآن هو الموقف هذا لكن متردد ومترنح لكن القمع مستبعد وتعهد الجيش عموما مش انا اللي بقوله ده تصور تعهد لاوباما استاذ محمد تعهد بالحمايه اذا كانوا في ميدان التحرير وليس امام القصر لا هو العمليه فلتانه ميدان التحرير طب في كل حته طب انا اتصور اتجاه ليس فقط نحو القصر الجمهوري بل كذلك الاذاعه والتلفزيونيه هذه مهمه جدا نعم على كل حال يعني سنتابع واياكم ما يجري في مصر وليس بالقليل وقابل الأيام ستجعلنا نشاهد الكثير بالتأكيد تابعونا مشاهدي الكرام إلى اللقاء